بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قمت منذ أسبوعين بتسجيل مقطع صوتي للدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعارض النبي، ففوجئت بردود أفعال قوية من الرفض ضدي، وأخذوا يسبونني بأفظع الألفاظ وأفظاعها، ولم يكتفوا بهذا أيضا، فقد سبوا عائلتي بأكملها، وسبوا أبي وأمي وحتى أختي الصغيرة التي لم تبلغ 4 سنوات، فليرضيكم هذا يا مسلمون. ولم يكتفوا بهذا أيضا، فقد تطاولوا على كل من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة، وسبوا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسبوا الشيخ المجاهد أسامة بن لادن ينصره الله، فهل أحد هؤلاء يطول أن يكون نعلا في أقدام هؤلاء الشيوخ الأفاضل؟ لا والله، لا والله، وأزكي الشيعة بتقوى الله، فالمسلم لا يكون سبابا أو لعانا، وهذا آخر تحذير مني إلى الشيعة. فإذا كان هناك سب آخر لهم إلي، فسوف أخصص حلقة إلى أخذ حقي. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أطفال المسلمون، لا بد أن يكون لدينا في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالشيعة والشيعة رافضوا دين الله، فقد سبوا الصحابة وسبوا أم المؤمنين رضي الله عنها، وطعنوا في عرض النبي، فقد اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها، فقد بارأ الله في كتابه الكريم من فوق 7 سماوات في قوله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والذي تولى كبره منهم الآن هو خاسر الخبيث عليه لعنة الله. اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه. فكيف أنتم يا مسلمون تقعدون في بيوتكم تأكلون وتشربون، والصحابة يسبون أمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسب ويطعن في عرض النبي؟ فكيف أنتم قاعدون هكذا؟ فكيف أنتم قاعدون هكذا؟ يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، انصروا الله، وحذى هذه الخبيث بأن يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسب الصحابة ويطعن في عرض النبي، أحذوه. فإذا فعل هذا مرة أخرى سوف يكون هناك كلام آخر، سوف يكون هناك كلام آخر، وسوف نقتله، ونقتل كل من كان معه، ونقتل كل من كان معه وكل من سب الصحابة رضوان الله عليه، رضوان الله عليهم. أحيي كل من يعمل في هذا المجال، وأحيي جميع الشيوخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الذي لا ضر عليه شيء من الأسوأ، الله أكبر، 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 الله أكبر،